انا قلت مش هدخل في تفاصيل تحكيميه، ولكن هتكلم في جزئيات ليها علاقه بان المفروض الناس في مصر، المفروض الناس في مصر وفي المنظومه القرويه المصريه تركز شويه مع التفاصيل اللي بتحصل في الكره الافريقيه. يعني طاقم تحكيم امبارح ده المفروض ما كانش هو المرشح لاداره المباراه، كان المفروض اللي هيحكم هذه المباراه الحكم الكونغولي جون جاك نادالا. حكم الكونغولي جون جاك نادالا هو اللي كان من المرشحين لاداره هذه المباراه، ولكن طبقا لاختيارات الفيفا ان الحكم اللي كان موجود امبارح الحكم الجابوني هيكون موجود في كاس العالم للناشئين تحت 17 سنه في اندونيسيا، فتم تكليفه بالمباراه دي كدعم ليه قبل ما يطلع على كاس العالم خلال الفتره اللي جايه. ما هو مش طبيعي الفيفا تاخد حكام من افريقيا والحكام دول مش موجودين في المباريات القويه او المباريات الرسميه. فكانت الترشيحات من اللجنه حاجه او من مدير اللجنه حاجه، ثم التغيير اللي تم عشان دعم الطاقم ده اللي مسافر لكاس العالم كان حاجه تانية. هل ده ممكن يكون سبب؟ وارد، ولكن فكره التغيير في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي كل سنه وكل سنتين ده اكبر غلط. يعني الناس في الاتحاد الافريقي لو عايزه تعمل تطوير للتحكيم مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. انا فاكر في اخر سنه ونص لجنه الحكام اتغيرت 3 مرات، وقبلها بسنتين لجنه الحكام اتغيرت في السنه الواحده 2 مرات، لجنه خبره، لا لجنه حكام بترشيح الاتحادات، لا نرجع نشيل ترشيحات الاتحادات ويبقى مدير اللجنه هو اللي بيدير، وشلنا ايدي مايه وجبنا دوي الحكم الايفواري، لا 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 دوي مش هيدير لوحده، لازم نعمل اعاده تشكيل اللجنه. فكل اتحاد بقى رشح رجالته، اتحاد جنوب افريقيا وباتريس موتسيبي جاب فيكتور جوميز نائب رئيس لجنه حكام بس هو اللي بيدير اللجنه بشكل عام، شال الكابتن عصام عبد الفتاح في طرديه للجزائر عشان خسرت في المكتب التنفيذي فنجيب جمال حيمودي عضو مكتب عضو لجنه حكام. انا بقول لكم بكل صراحه تعديلات الكتير في لجنه الحكام ده لا يساعد ولا يساهم في التطوير. وفكره انك ترجع للكتالوج القديم اللي كان موجود من 3-4 سنين في عهد احمد وان كل اتحاد يرشح رجالته في لجنه الحكام كده انت بترجع للتحكيم ل10 سنين تاني ورا. وفكره ان ممكن حد من المكتب التنفيذي يشرف من تاني على لجنه الحكام ده بيرجع التحكيم الافريقي ل10 سنين تاني ورا. ما ده مش تطوير، ده مش تطوير. ماتش امبارح احنا كنا اكثر الناس حرصا على معرفه طاقم التحكيم من اول اعلانه بشكل رسمي، وقلنا الاسماء واتكلمنا ان الحكام دول صغيرين في السن، واتقال ان الحكام دول من قائمه البروفيشنال، قائمه الحكام المحترفه اللي بيتم دعمها بمشروع من الفيفا والكاف. ولكن امبارح الكلام الكبير اللي بيتقال ده على ارضيه الملعب ما شفناش ده خالص. حكم متوتر، عصبي جدا، بيتعامل بغرور وتعالي بشكل غير طبيعي. وانا برضو الوم على بعض اللاعبين بخبراتهم، لازم يكون عندهم كياسه في التعامل مع الحكام اللي من النوعيه اللي زي دي. يعني انت اتعاملت مع حكام اسوأ من ده 100 مره، والحكام اللي كانوا اسوأ من ده 100 مره تم استبعادهم من فتره، ما بتشوفهمش، قعدوهم في البيت زي على الاقل يعني الحكم الجنبي بكاري جسامه. فانت عندك خبرات، فكان لازم يكون في تعامل بكياسه مع حكم زي ده. الاعتراضات الكتير جت بشكل سلبي، اعتراضات على الحكم في كثير من اللعبات جت بشكل سلبي، وتحس ان هو دخل في تحدي، لا مش هحسب. وحتى قرار احتسابه لضربه جزاء فريق اتحاد العاصمه هو ما كانش شايف اللعبه ولا عارف هيحسب ايه، والفار استدعاه. والفار لما يستدعي حكم لمراجعه لعبه يبقى تقييم الحكم هنا بينزل درجه ودرجتين، لان هو اساسا في الملعب والكره قدامه مش قادر ياخد قرار. الكره قدامه مش قادر ياخد قرار، فالفار رجعه. رغم ان الفار في لعبات تانية للاهلي حتى ما فكرش يقول للحكم طب تعالى اتفرج او تعالى بص. وإن كان لعبة كانت واضحة وضوح الشمس بنفس معيار احتساب الفار لركلة جزاء اتحاد العاصمة، ما حسبهاش للأهلي وادى إتاحة فرصة. ليه؟ حكام صغيرين، حكام ما عندهمش خبرات، تم تعيينهم مجاملة، مجاملة لهذه المباراة. مش معنى إن هو رايح كأس عالم لناشئين تحت 17 سنة تديله مباراة زي ديت. هل ده مجاملة لعضو المكتب التنفيذي بير ألان الجابوني؟ هل ده مجاملة مثلا؟ إن عضو المكتب التنفيذي الجابوني بيير ألان
شايف ان الحكم الجابوني بيير اتشو رايح كاس عالم فدعم ترشيحه لمباراه السوبر رغم ان كانت اللجنه بتفكر في الكونغولي نادالا. ما دي تفاصيل اكيد احنا بنحاول نطرحها عشان القائمين على اداره الكره في مصر او المسؤول اللي في المكتب التنفيذي يعرف التفاصيل دي، يعرف ويفهم التفاصيل دي. ما احنا داخلين على معمعه دوري ابطال افريقيا وداخلين على معمعه الدوري الافريقي، والمفاجاه كمان ان الدوري الافريقي السوبر ليج اللي كان بيتقال في البدايه ان هيتم استخدام افضل التقنيات اللي استخدمها الفيفا في البطولات السابقه لغايه دلوقتي احنا مش متاكدين هتبقى موجوده ولا لا، زي تطبيق تقنيه النصف الالي في التسلل، هل هتطبق في السوبر ليج ولا لا؟ ما هي البطوله دي اتعملت عشان تطوير الكره الافريقيه، يعني بطوله السوبر ليج اتعملت عشان تطوير الكره الافريقيه، ولسه بتبص على السوبر ليج في اوله الف ب حكام البطوله من حكام افريقيا. يعني حكم امبارح ده هيكون موجود في السوبر ليج على فكره، لان كمان مش حكام افريقيا بس، ده حكام البروفيشنال، يعني مش حكام النخبه. ما هي النخبه دي مثلا اديك مثال، هتكلم مثلا باسماء الحكام المصريين عشان اقرب الصوره شويه للساده المشاهدين. انت عندك قائمتين في لجنه الحكام في الكاف، في قائمه النخبه وفي قائمه البروفيشنال. قائمه البروفيشنال دي اللي بيصرف عليها الفيفا والكاف برواتب شهريه للحكام لتطوير الكره الافريقيه وتطوير التحكيم، وبالتالي في دعم قوي للقائمه دي. دي القائمه اللي هتدير مباريات السوبر ليج. فيها من مصر الكابتن امين عمر. فيها من الجزائر الكابتن مصطفى غربال. فيها بيير اتشو الحكم الجابوني. فيها مملكه سيما الحكم الاثيوبي. دول الحكام اللي موجودين في قائمه المحترفين، هيثم قيراط من تونس. دول الابرز. طب قائمه النخبه؟ قائمه النخبه بقى اشمل. فيها حكام اكبر. فيها امين عمر، فيها محمد معروف، فيها محمود البنا مثلا. دي قائمه النخبه. لكن قائمه البروفيشنال فيها واحد من كل دوله. امين عمر من مصر. بيير اتشو من الجابون، مملكة سيما من اثيوبيا، مصطفى غربال من الجزائر، سمير القزاز من المغرب، الحكمة اللي كانت موجودة امبارح على تقنية الفيديو من موريشيوس ماريا ريفيد موجودة في البروفيشنال. دول الحكام اللي هيكونوا منوريننا بقى في السوبر ليج. كان الكلام بيتقال ان ممكن يتم الاستعانة بحكام اوروبا. كان الكلام بيتقال ان ممكن يتم استخدام حكام اوروبا في تقنية الفيديو. كل الكلام ده اقفل يا باشا، مش موجودين. لا، هم دول اللي هيكونوا معاك في السوبر ليج. فتم اسناد اداره المباريات وتعيين المباريات للجنه حكام الكاف. تعيينهم منين؟ من قائمه البروفيشنال. يظهر بقى بيير اتشو، يظهر بمملكه سيما، يظهر نداله، يظهر المجموعات اللي انتوا ايه عارفينها. عيسى صا من السنغال كان حكم رابع امبارح، ممكن الاسماء دي تشوفوها في المباريات الجايه في السوبر ليج. فدي الكواليس المتعلقه باختيار الاطقم التحكيميه، التطوير المزعوم اللي موجود في الاتحاد الافريقي في التحكيم واحنا مش شايفين تطوير، اخطاء للاسف غير مبرره، حكم نازل تحس ان هو متربص، اخطائه ما يغلطهاش حكم لسه بيبدا تحكيم.